دكتور سميح قدور، مدير مشفى عقربات، مدير طبي. اليوم تفاجأنا بالقرار اللي صار حول إعادة النظام السوري المجرم لمنظمة الصحة العالمية، للمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. وهذا الحكي كان يعني كتير مفاجئ، إنه بعد ما دمر البنية التحتية للمشافي وللمستوصفات ولمات المئات من الكوادر الصحية، إنه منظمة الصحة العالمية تجي تحط هالنظام هذا في عضوية المكتب التنفيذي لحتى يكون صاحب قرار أكثر وأكثر، لحتى يرجع يستحوذ على القرار ويكون عضو مؤثر فيها. نحن اليوم عملنا وقفة احتجاجية صباحا، مديرية الصحة وكادر المشفى هون احتجاج على هالشيء. نرجو من منظمة الصحة العالمية والأحرار الموجودين في العالم إنه يوقف جيبنا لإيقاف المهزلة اللي صارت. ما تتذكر بحضرتك مثلا ساعتها؟ لا 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 كنا نزل شيء ولا شيء. الحقيقة هذا قرار مفاجئ جدا جدا، يعني ذهلنا من هذا القرار. نحن كنا نأمل وننتظر أن يقدم هذا المجرم إلى محكمة لاهاي لجرائمه اللي ارتكبها، وبالأخص ضد الكوادر الطبية بالذات. كان استهدافه في 50-60% منه إلى الكوادر الصحية، للمنشآت الصحية، تدمير مشافي الأطفال، قصف المدن بالكيماوي. يعني هذا مجرم من الناحية الطبية وأكثر من الناحية الإنسانية بحد ذاتها. يعني فاليوم بنتفاجأ أنه والله قرار تعيين ممثل عن هذا النظام اللي هو ضد صحة الناس وضد الصحة العالمية بشكل عام، يكافئ بدل أن يعاقب، يكافئ بأنه يتعين له ممثل في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. الحقيقة هذه مهزلة، يعني ما كنا حتى نتخيل أو نتصور أنه هيك تصير. يعني طبعا نحن قمنا بهاي الوقفة، هي رمزية أكثر ما هي أنه تكون قادرة على التغيير، بس نحن تكاتفنا مع بعضنا كمنشآت صحية وككادر طبي ممكن يوصل صوتنا لـ WHO، ممكن يغير شيء باللي صار خلال الفترة الماضية. الوقفة تتضمن كوادر من الشمال السوري، تتضمن كوادر من المناطق المهجرة من إدلب ومن ريف حماة ومن دير الزور ومن إدلب من المعرة ومن دوما الغوطة ومن درعا. كوادر كلهم جمعهم النظام السوري، كلهم هجرهم النظام السوري. بالنسبة للقطاع السوري، القطاع الطبي بشكل خاص، تم استهداف الكثير من المشافي الطبية، الكثير من المنشآت الطبية، استشهد عدد كبير من الكوادر الطبية. فحق لهذه الكوادر أن تعترض وأن تندد باعتماد وإعادة انتخاب النظام السوري كممثل للقطاع الصحي على مستوى منظمة الصحة العالمية. السلام عليكم ورحمة الله. نحن بمشفى شام تخصص الأطفال بمؤسسة شام الإنسانية، اجتمعنا لنقول لا لانتخاب النظام المجرم كعضو تنفيذي في مؤسسة الصحة العالمية. نظام الإجرام اللي قصف بالكيماوي وقصف المستشفيات، ما ترك لها منشأة صحية إلا قصفها، اللي ما ترك أي إجرام إلا ونفذه في سوريا، نرفض أي تمثيل له إلنا في المنظمات الدولية وخصوصي منظمة الصحة العالمية، لأنه كان أبعد ما يكون عن هذا الهدف والمبدأ للصحة العالمية. أبدأ قبل طاولة عكامة تنصر. Thank you.